طب خليني اتكلم عن بدايه ارتباطك وجوازك وقرار الخلفه وانت بتلعبي كأم، يعني قررتي تبقي ام. كلميني عن التجربه دي وازاي خدت القرار انه لا انا مش هبطل حتى لو بقيت ام. كان قرار جوازي، انا اتجوزت 2019 في 1/2019، كان في نص الموسم. كنت مكمله ان انا هكمل عادي هاندبول، مش هيبقى في توقف في حاجه يعني، وكملت الموسم عادي. حصل حوار الحمل دوت في بدايه موسم 2019 اللي هو الموسم اللي فات بالظبط كده. بدايه الموسم الرياضي ولا بدايه الموسم الرياضي؟ يعني اخر 2019. تمام. فساعتها كان كابتن ياسر صلاح هو اللي كان موجود، فكلمت معاه وقلت له ان انا مش هينفع اكمل يعني، وخلاص انا خلاص يعني هجيب بيبي وهعتزل وهكمل بقى حياتي الاسريه يعني. ودي الصوره من الفرح؟ دي صوره من الفرح كاتب الكتاب. ده حتى كابتن عمرو ووتر كابتن عمرو ووتر بولو هو جوز اختي. ايه ده؟ ده عيلة. لا معلش رجعونا الصورة تانية يا جماعة كده عشان بس تعرفوا ان اللي واقفين في الصورة دول كلهم اللي على الشمال خالص لابس بدلة سودة عمرو ممدوح، صح؟ ايوه صح. ودي اخت كابتن غادة حسام، سارة حسام، وهو جوز اختك ووتر بولو مع سلاح مع هاند بول. لا احنا من ناقصنا اثنين ونبقى لجنة أولمبية لوحدينا، صح كده؟ وده الوالد؟ بابايا ومامتي. ما شاء الله، طبعا بتقولي لمامتك كل سنه طيبه النهارده. اكيد بقول لها كل سنه طيبه وربنا يخليكي ليا. طيب ودي صوره للعيبات؟ دي صوره لفرقتي كلها. كلهم كانوا معاكي في الفرح طبعا؟ كلهم كانوا معايا في الفرح، بس شايف ما فيش كمامات طبعا، كان قبل الكورونا. لا ده الكلام ده كنا قبل الكورونا 2019 انت قلتي. يعني محظوظه الحمد لله. الحمد لله عديتي من كورونا. طب خلينا نقول انه طبعا يونس يعني حملت في يونس يمكن في اخر 2019، فقلت هبطل. فقلت خلاص بقى هبطل وهستقر بقى في حياتي الاسريه، والرياضه بالنسبه لي بقى ممكن اكملها كمدربه. معلش انا اسف برضو بس صوره مهمه نعلق عليها. ده جوزك صح؟ ايوه دي كان ده جوزي. ودي كانت، لا بس احنا ما قلناش اسمه لغايه دلوقتي. هو احمد نبيل. احمد نبيل صح كده. وهو لاعب سلاح ابي ما شاء الله، وهو عضو مجلس ده يونس دلوقتي. ده يونس ما شاء الله شكلك. حد قال لي كده؟ ما شاء الله. لا خليني برضو يعني في صور تانية يا جماعه. طيب خلينا نتكلم على طبعا ان انت خدت قرار انه لا خلاص ما انا مش هينفع اكمل، لان طبعا كلميني بقى عن اللحظه دي. فهو انا يعني خلاص يعني ده بص، انا اتبسطت وزعلت في يعني، كان مبسوطه وزعلانه. مبسوطه ان انا طبعا هبقى عندي بيبي وخلاص يعني الدنيا هتبقى كويسه، وفي نفس الوقت ابقى زعلانه ان انا هبطل حاجه انا بحبها وشايفه ان انا كنت لسه قدامي ان انا وقت. فساعتها يعني احمد بصراحه اتكلم معايا قال لي خلاص احنا ربنا يكرمنا ويونس يجي كويس وبتاع، وبعد كده لو الدنيا كويسه في النادي والكلام ده ممكن تنزلي ترجعي. فقلت له خلاص تمام، والحمد لله يونس جه. والسنه اللي فاتت الدروب اللي حصل مع الفرقه اداني استعداد ان انا ممكن ارجع، وكلمت بصراحه كابتن يحيى يعني هو يشكر معايا على الموضوع كله، هو اللي اتكلم معايا وجابني هو قال لي تعالي، وحكيت له على ظروفي وقلت له ان انا في اوقات كتير هيبقى متضارب مع التمرين عشان يونس وظروف يونس ومعسكر او الكلام ده كله. هو رحب بيه جدا، ما كانش عنده اي اعتراض خالص، وقال لي هنظبط كل حاجه مع بعض. فبصراحه هو يعني كان سبورت ليا في اول الموضوع، وهو اداني الدفعه ان انا يعني احس ان انا امشي في الاتجاه دوت. ان انا اول حاجه مش عايزه يبقى في مشكله بالنسبه لي مع النادي في ان هو او الكابتن يبقى حاسس ان في ان انا مقصره من حاجه. دي صوره في نهائي الكاس وكان يونس معاكي. دي كان اخر صوره ليا مع يونس في نهائي الكاس. اول ميداليه ياخدها يونس او ماما يونس تاخدها وهو موجود. طب قولي لي يعني انت بدات يعني يونس جه بالسلامه الحمد لله وعنده سنه وثلاث شهور دلوقتي. بداتي تتمرني امتى يعني بعد ما يونس وصل بالسلامه امتى بالظبط؟ كهاندبول ولا كهاندبول؟ كهاندبول شهر 7 معاهم من اول بدايه عوده نشاط رياضي. يعني تقريبا نتكلم في 6 شهور. يعني يونس كان عنده شهور برضو، كان عنده 8 شهور كان عنده بالظبط 6 شهور. 6 شهور بدات تنزلي التمرين. طب كان بيروح معاكي التمرين ولا كنت بتسيبيه لمامتك؟ هو يونس ما سابنيش ولا يوم في التمرين. كان بيجي يحضر التمرين عادي جدا وكل حاجه. بالظبط كده، هو مع مامتي على طول يعني، هي ملازماني. بيجي يحضر معايا التمرين وهي بتاخده تراعي يعني وقت فتره التمرين كلها.